الاتحاد الوطني الكردستاني حتى هذه اللحظه متمسك بمرشحه الدكتور برهم صالح، وبالعكس اليوم عن يوم يعني امكانيه حضور فوز الدكتور برهم يعني افضل من سابقه، لذلك نحن نعول على الفضاء الوطني ولا زال الحزب متمسك بمرشحه. فيما يخص اتهام الاطار التنسيقي بتشتيت بيت السني، لا يعني مثلا البيت السني يعاني من مشاكل، مثلا المشاكل تتعلق ربما حتى بتوجهات فكريه وايديولوجيه موجوده داخل المجتمع السني، فهناك تيارات اخوانيه، تيارات سلفيه، تيارات قوميه وليبراليه وغيرها، هذا التنوع يعني يفرز نوع من ربما الاختلافات داخل المجتمع السني. المشكله تكمن ان الزعامه مرتبطه بالمنصب، وعاده ما يغادر الشخص المنصب تنتهي زعامته ولم يعد له الدور في السابق، فهذه هي الاختلافات المجتمعيه الموجوده. كذلك ربما هناك محاولات من التفرد داخل المجتمع السني من محاوله يعني طرف سياسي او شخص فرض زعامته على الاخرين، هذا بذاته يعكس نوع من المقاومه، هذا الشيء طبيعي يعني ان يكون هناك مقاومه ورفض لهذا التفرد بالزعامه، لذلك عمليه اتهام اطراف خارجيه بشق الصف السني انا اعتقد هذا لا اساس له. محاوله رجوع بعض القيادات انا اعتبرها يعني شيء طبيعي، كانت لهم يعني ملفات قضائيه، والقضاء العراقي الذي نحن نثق به كاتحاد وطني كردستاني نحن نثق بالقضاء العراقي ونحترم كل قراراته، لذلك عندما عاد البعض الى 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 مدينته او لممارسه الدور السياسي او دور قد هذه ظاهره صحيه، لذلك موضوع اتهام مثلا الاطار وغيره في موضوع فتح المجال لعوده بعض القيادات انا اعتبرها هذا عن الواقع، بالعكس يعني بعض الاطراف السنيه هي من حاولت شق البيت الشيعي مثلا، لذلك انا اعتبر هذا الاتهام لا اساس له من الصحه.